الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. انت من ضمن الثمرات انك بتقوم من هنا بإذن الله وانت مبسوط غصبا عنك. انبسطون؟ اكيد يا شيخ. اكيد؟ اكيد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. تطمئن القلوب بذكر الله. الله. شوف بقول لك على معلومة يمكن أنت أول مرة تسمعها وممكن هم أول مرة يسمعوها. شوف، إذا سمعت القرآن ولا حضرت إلى صلاة ولا جلست في مجلس يذكر فيها الله وقمت وأنت تحس براحة في قلبك، قول الحمد لله. تدري ليه؟ إذا أنت شعرت بالقرآن وبذكر الله وبعبادة الله بدأت تشعر بشيء من الطمأنينة، قول الحمد لله، لأن هذه علامة إيمان. لأن في بعضهم إذا سمع ذكر الله ترى ما يرتاح، ما يستانس، ما يستانس. إيش يصير في قلبه؟ يشمئز قلبه، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله. تجيله شمئز كذا، اشمئزاز. والله بعضهم أقسم بالله إن يكون يتابع مسلسل ولا فيلم ولا أغنية قاعد يسمعها شوية شوية، يسمع صوت أذان فجأة، يحاول بأي طريقة إنه إيش؟ إنه ما يسمع الصوت، إنه ما يسمع الأذان، يشمئز قلبه والعياذ بالله. هذا لابد ينتبه، هذا قلبه مريض، لابد ان ينتبه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.